This conference will now be recorded. السلام عليكم جميعاً، حياكم الله بهذا التدريب اللي راح أشرح فيه عن الخطة التسويقية أو خطة الدخل مع شركة Forever Living. معاكم عايشة جمعة، 9 سنوات سفاير مانجر، 9 سنوات مع Forever. هذه الفرصة اللي غيرت حياتي وحياة الكثيرين للأفضل. اليوم إن شاء الله راح نشرح الخطة التسويقية، لكن قبل ما أبدأ فيها، في قاعدة أساسية للعمل والنجاح مع Forever. إذا كل شخص حط في باله، وهذه إن شاء الله راح توصلكم جميعاً إلى النجاح. هذه القاعدة تقول لك عندما تساعد الآخرين للحصول على ما يريدون، ستحصل أنت على كل ما تريد. هذه هي بالضبط. شغلنا يعتمد على فريق العمل. كل ما ساعدت الفريق أو يصلون لأهدافهم، كل ما هذا سهل لي للوصول إلى أهدافي الكبيرة. طبعاً بداية راح نشرح النظام الشركة. الشركة لها نظام خاص فيها لحساب المبيعات، حجم المبيعات والترقيات والتأهل للمكافآت والحوافز. هذا النظام سميته Case Credit أو النقاط. طبعاً هذه النقاط عبارة عن عملة خاصة بالشركة، مثل الريال، مثل الدولار، مثل، لكن الشركة عندها النقاط. فكل منتج تشترونه، سواء كان صغير أو مجموعة منتجات، كل منتج له نقاط. هذه النقاط تتجمع وتنضاف لحسابك. كل ما قل سعر المنتج، كل ما قلت النقاط، وكل ما زاد سعر المنتج، كل ما زادت النقاط. فهذه الفكرة الرئيسية من هذا النظام. طبعا مهم جدا احنا نتعرف عليه ونتعود عليه، لانه راح نشوفه في الفاتوره او رصيد الشراء، راح نشوفه في الترقيات بعد شوي راح نشرح عنها. الترقيات كل ترقيه لها معدل او لها مستوى خاص من النقاط اللي تتجمع. ايضا نفس الشيء بالنسبه للحوافز وهكذا. خلينا نبدا. طبعا مجرد ما أي شخص، كلنا لما بدأنا من Forever بدأنا من النقطة هذه. أول ما الواحد يسجل هنا يبدأ كعضو جديد، اللي هو نوفس بالإنجليزي أو عضو جديد، يسجل ويصير عنده خصم 15%. تمام؟ مجرد ما يخلص هذا الشخص أو يشتري نقطتين مجموع نقاط خلال شهرين أو أقل، هنا تنجمع له هذه النقاط في حسابه. هنا بيصير عنده طبعا يترقى ويصير FPO او Assistant Supervisor، وهنا يتأهل لخصم 30%، بالإضافة الى خصم اضافي كبونص 5% الى 18%. طبعا هل هذه النقطتين يعني كيف الواحد، هذه كلها مشتريات ممكن الواحد ياخذها على زي ما قلنا اكثر من مرة، او ممكن ياخذها مرة واحدة بريال السعودي 1500، بالدرهم الإماراتي تقريبا في نفس هذه، بريال العماني 150 ريال. المهم لما يصل للنقطتين في خلال شهرين أو أقل، هنا ينتقل للمرحلة اللي بعدها اللي هي Assistant Supervisor، ينسل الخصم 30% بالإضافة لخصم إضافي 5% إلى 18%. طبعا 5% هاي تضاف إلى 30% فتصبح 35%. لما يكون سوبرفايزر 38%، لما يكون اسيستنت مانجر 43%، لما يكون مانجر 48%. تمام؟ طبعا كلنا نعرف ان دخلنا من Forever يكون على زاويتين. الزاويه الاولى هي المبيعات. لما انا ابيع المنتجات، الان انا اوريدي اسيستنت سوبرفايزر وتاهلت خصم 35%، فاي منتج ابيعه لزبون راح يكون لي ربح من هذا المبيعات 35%. وكل ما ترقيت كل ما زاد هذا الربح، ممكن يصل إلى 48%. تمام؟ طب هذا الزبون ما شاء الله صار معاي زبون دائم، ممكن أسجل هذا الزبون ويصير معاي خلاص، يصير عنده رقم عضوية خاص فيه وهو يطلب من الشركة دايركت، لكن هو زبون. فهذه بعض الناس تفضل إنها هي تكون، أو إحنا مرات احنا يعني ممكن نعرض عليها الطريقه هذه، بحيث انه يصير زبون دائم وهو يشتري اغراض بنفسه. فبيصير هنا ممكن هنا يشتري الشخص هذا، يتسجل ويصير عنده رقم عضويه، فيكون هنا نوفس كاستمر.
أو زبون جديد، وهذا ممكن يحصل. طبعا الربح اللي راح تحصل عليه من هذا الشخص اللي يشتري يصير له رقم عضوي ما راح يكون بنفس الأرباح 35 84%، لا راح يكون 20% إلى 33%. كيف؟ لأن هذا الشخص هو تأهل ل 15%، فأنت راح يكون لك بقية ال 15% بالإضافة إلى بونص الإضافي اللي هو 5 إلى 18%. فمثلا إذا كنت أنت assistant supervisor فراح الشركة راح تكافئك بالأول شيء الربح الأساسي اللي هو 15% الباقية بالإضافة إلى 5%، فبتصير أنت هنا 20%. لما تكون السوبرفايزر بيصير 23%، لما تصير السيستم مانجر 28%، مانجر 33%، على حسب البونس الإضافي لأرباح النوفيس كاستمر. طيب طبعا أكيد هنا كل ما الحين الشخص الطموح كل ما حب إنه ينتقل لدخل أكبر، أكيد في خيارات أوسع. مجرد هنا الآن ممكن تضيف إلى دخل المبيعات، أنت تضيف إليه دخل فريق العمل. كيف؟ مجرد أنك تكون فريق عمل، لما يصير عندك فريق عمل، الحلو في فريق العمل أن كل شخص بفريق عملك يسوي مبيعات، هذه النقاط راح تضاف إلى حسابه الشخصي ويساعد على الترقيات، بالإضافة أن أيضاً راح تتجمع عندك وهذه النقاط راح تساعد أيضاً في ترقيتك. فالنقاط هنا في الترقيات بشكل عام، النقاط تتجمع وتساعد تتجمع خلال شهرين، إذا تجمعت النقاط هذه تساعد لترقية أعلى. تمام؟ فمثلا هنا خلينا نقول أول كبداية الشخص أي شخص يبدأ مع Forever Assistant Supervisor هنا يتأهل زي ما قلنا للخصم 30% بالإضافة لل 5% بتصير 35%. فمجرد ما هنا يبدأ يكون فريق عمل، والفريق العمل ما شاء الله يجتهد ويصير عنده كل واحد يسوي نقاط، هنا لو تجمع معاك 25 نقطة هنا راح تترقى لترقية السوبرفايزر وراح يزيد الخصم أو الربح هنا 38%. تمام؟ فمثلا خلينا نشوف بهذا المثال، أنت هنا سويت الأربع نقاط، فريقك كل واحد سوى كم يعني نقاط، في عندك هنا نقطة هنا نقطة هنا نقطتين، هذه السيدة صار عندها فريق كل واحد سوى كم هنا نص نقطة أو نقطة خمس نقاط سوري هنا نقطة وهكذا، فهنا يتجمع النقاط في شهر واحد. في شهر واحد إذا تجمع نقاط 25 نقطة أو في شهرين تجمع 25 نقطة هنا راح تترقى سوبرفايزر. فمثلا في هذا المثال هذا الرجل عنده 12.5، لما جمعناهم 12.5 نقطة إذا سواهم نفس النقاط كررهم لمدة شهرين راح يصير عنده 25 نقطة. طبعا هل الموضوع لازم 12.5؟ طبعا لا، ممكن الواحد يسوي في الشهر الأول 10 نقاط، في الشهر الثاني يكملهم 15 نقطة، المهم لما يكون في خلال مجموع نقاط شهرين متتاليين أنت نقاطك أنت الشخصية بالإضافة لنقاط فريق العمل هنا راح تساعدك على الترقية. طبعاً الموضوع هنا ما راح يوقف، ترقيات الأعلى كل ما زاد نشاط فريقك وكل ما تجمعت النقاط عندك خلال شهرين، إذا جمعت 75 نقطة راح تنتقل لترقية الأسيستنت مانجر، إذا جمعت 120 نقطة في خلال شهرين راح أو 150 نقطة في خلال 4 شهور راح تنتقل إلى ترقية المانجر وراح تنزل لك خصم أو ربح 48%. طبعا هذا أكبر أو أعلى ربح في سلم أو نظام الدخل كخصم في Forever. طبعا عشان كذا احنا دائما نشجع أي شخص جديد إنه يعني يحط هذا كهدف يعني قدامه، لأن هذا ترقية المانجر، لأن هنا يبدأ الدخل القوي، يبدأ أعلى الخصومات أو أعلى الأرباح من بيع التجزئة أو أيضا أعلى الأرباح والمكافآت من فريق العمل أو من حتى الحوافز تبدأ من هذا الترقية. تمام؟ طبعا في أيضا بالإضافة إلى الخصم بالإضافة إلى الأرباح زي ما قلنا إحنا في مكافآت، فمكافأة راح المكافأة اللي
اضافيه، اللي هي زي ما قلنا احنا، اذا كان عندي زبون والزبون هذا سجل معاي وصار لها رقم عضويه، في مكافاه الزبون اللي تنضاف على 15%، اللي هي هذه لتقية الاسيستنت سوبرفايزر راح تكون 5%، هذه مكافاه الزبون الجديد 5%، اذا كنت سوبرفايزر راح يكون 8%، اذا كنت اسيستنت مانجر 13%، اذا كنت مانجر راح تكون 18%. هل في مكافاه اخرى؟ نعم طبعا، الفريق هذا اذا كان هذا الزبون مش طبعا شاف الموضوع وشاف البزنس وعجب الموضوع وتحول يعني وصار عنده نيه انه هو يشتغل ويصير كفريق عمل نشيط، فهنا راح ينتقل الى اسيستنت سوبرفايزر. فانت هنا ما راح تاخذ عليه نوع مهوله مختلف اللي هو المكافاه المجموعه او مكافاه فريق العمل. هذه المكافاه هي عباره عن ترقيه خصمك ناقص الخصم تبع الشخص اللي بفريق عملك. فمثلا اذا انا مانجر وتحتي اسيستنت سوبرفايزر مثلا، فبيكون خصمي او يعني خصمي ناقص الخصم حقه، فمثلا هو انا في 48% نقصنا منها 35%، فراح يكون على كل اسيستنت سوبرفايزر انا راح احصل او الشركه راح تكافئني على 13%. اذا انا مانجر وتحتي سوبرفايزر فنفس الطريقه راح انقص من ال 48 38%، السوبرفايزر على خصم 38% والمانجر على 48، فننقصها من بعض فيصير 10%. نفس الطريقه لو كان في فريق عمل اسيستنت مانجر وانا مانجر، فالشركه راح تكافئني 5%، 5% هاي كيف انحسبت؟ نفس الطريقه 48 نقصها من 43% فبيصير 5%. هذه خلاص 5% او 10% او حتى 13% راح تكون من مبيعات اذا كان فريق، اذا كان سواء كان شخص او كان فريق. فمثلا اذا كان كل اسيستنت سوبرفايزر تحتي زي ما قلنا احنا 13%، الشركه راح تكافئك على ارباح او مبيعات هذا الاسيستنت سوبرفايزرات اللي تحتك. اذا كانوا سوبرفايزر وكان فريق راح تكافئ على مجموع مبيعات الفريق 10%، نفس الشيء اذا كان اسيستنت مانجر 5%. طبعا لو تلاحظون ان هذه الاسهم كلها رايحه فوق، وهذا ايضا من المميزات فور ايفر ان الترقيات كلها فقط ثابته، يعني يا اما تطلع فوق يا اما تكون ثابت، ما في اذا انت وصلت لترقيه معينه ما راح تنزل منها، فقط يا اما تكون في مكانك او انك تطلع، فهذا ايضا من المميزات الرائعه. طيب اوكي، الان اذا انا صرت مانجر، لو تلاحظون طبعا في نقطه مهمه جدا هنا راح انوه عليها، اذا انا طب مانجر، اذا انا مثلا خلينا نقول انا سوبرفايزر وتحتي اسيستنت سوبرفايزر، وهذا الاسيستنت سوبرفايزر لو تلاحظون ان كل اسيستنت، اذا كنت انا سوبرفايزر انا بخصم 38% والاسيستنت سوبرفايزر بخصم 35%، فعشان احسب المكافأة حقتي اللي راح تنزل لي مع الشيك راح ننقص 38 35 من 38 فبيصير عندي 3%. ال 3% هذه راح تنزل لي كمكافأة من مبيعات اي اسيستنت سوبرفايزر بفريق العمل. طيب هذا الاسيستنت سوبرفايزر ترقى وصار سوبرفايزر وانا لسه سوبرفايزر، فبيصير احنا اثنين سوبرفايزرات، وهنا بيصير 38 ناقص 38، وهنا ما في نسبة. فهنا مهم جدا ان الواحد يحط في باله ان دائما يكون اعلى من فريق عمله، لان هذا هو القيادة ان تكون اعلى. الموضوع هنا ما راح يستمر طويلا، فقط في حالة اسيستنت سوبرفايزر للاسيستنت مانجر. اول ما تصل للمانجر هنا راح يكون الموضوع ينتهي، موضوع انه يكون فريقك في نفس، حتى لو صار عندك فريقك او شخص نشيط وفريق عملك صار مانجر، هنا راح تاخذ ايضا او الشركه راح تكافئك بمكافاه من فريق عملك في هذه المرحله. ليش؟ لان هذه مرحله القياده، عشان كذا احنا هذه ايضا ميزه من المميزات الرائعه للمانجر غير المكافآت العاليه والخصم العالي، ان الدخل او المكافآت فريق العمل راح تكون خلاص يعني بأي مرحلة، حتى لو كان أعلى منك
لو كان انت مانجر وهو سينيور او سورنج او سفاير، ايضا راح الشركه راح تكافئك عليه. فهذه يسمونها مكافاه القياده. فلما يصير عندي مانجر تحتي والمانجر صار عندي مانجر اخر، فبيكون في عندي مكافاه القياده بعد شوي راح نتكلم عنها. طيب هذه المكافآت، مكافاه الفريق، هذه كيف الواحد يتاهلها؟ يعني اي شخص عنده فريق عمل راح ينزل دايركت اوتوماتيكي؟ لا، في شرط مهم جدا وهو للتاهل لهذه المكافآت او الشيكات الشهريه اللي هي عباره عن مكافآت نشاط او مبيعات فريق العمل. هذا الشرط هو انك انت تعمل 4 نقاط شخصيه في الشهر. هذه ال4 نقاط يعني كنشاط لازم القائد يكون نشيط، لان اذا كان فريقك نشيط وانت مش نشيط، طبعا اكيد مش من عدل انك انت فقط تدخل ناس عشان يشتغلون انت تاخذ عليهم. لا، الشركه هنا يعني القاعده الاساسيه عندها ان وين وين، كل شخص يشتغل ويكون عنده نشاط. الشخص النشيط، القائد النشيط، هو يستحق عمولات الفريق النشيط. فهنا مطلوب 4 نقاط شخصيه على الاقل ان الشخص يكون يسويها في الشهر عشان تنزل له مكافاه فريق العمل على شكل شيك شهري كل 15 شهر. طبعا ال4 نقاط هذه ممكن الواحد يسويها بشكل منوع، ممكن جزء منها يكون مشتريات شخصيه له هو، ممكن جزء منها تكون مبيعات تجزئه يعني مبيعات زباين، ممكن جزء منها يكون شخص جديد انا سجلته. اول نقطتين راح تنحسب ك من النقاط ال4 نقاط الشخصيه. فطيب انا مثلا انا ابي اسوي ال4 نقاط هذه كلها مبيعات، نعم تقدر. طيب انا 4 نقاط هذه ابي اشتريها كلها منتجات شخصيه للاهل والعائله، نعم تقدر. طيب انا هل اقدر 4 نقاط كلها اسويها اعضاء جدد؟ نعم تقدر، لكن لازم في ال4 نقاط هذه الشرط ان على الاقل نقطه تكون مشتريات منتجات شخصيه لنفسك يعني، او مبيعات، يعني لازم تكون نقطه على الاقل انت تشتري فيها منتجات تضاف للنقاط. فمثلا اذا كان عندي 3 نقاط من اشخاص جدد، الرابع ممكن اخليه نقاط منتجات. فمثلا في مثال هذا لو تلاحظون ال4 نقاط، هذا الشخص سوى 4 نقاط، نقطة ونص له ونقطة ونص سجل شخص، والشخص هذا سوى نقطة ونص وصار عنده 3 نقاط، صح؟ هنا زبون عنده باع زبون بنص نقطة وصار عنده 3 نقاط ونص، فإذا حب إنه يكمل 4 نقاط هنا يبيع نص نقطة ثانية بيصير عنده 4 نقاط. فهذه الفكرة الأساسية ل4 نقاط. طبعا الموضوع ترى مش صعب، بس المهم يعني هو يبي له اول شهر بعدين الواحد يتعود عليها. طبعا زي ما قلنا احنا، خلينا نرجع لموضوع المانجر. لما يصير عندي مانجرات في فريق العمل، تنتقل او تتحول المكافأة الى مكافأة يسمونها مكافأة القيادة. هذه المكافأة لما يصير، هذا زي ما قلت لكم، لما يصير عندي انا اكون مانجر ويصل بفريق عملي، الناس النشيطين يصيرون مانجرات بفريق عملي، في الشركة هنا راح تكافئك بدل ما كنت انت. لو تلاحظ هنا لما كانوا لما كان تحتك اسيستنت مانجر، انت راح تكافئ ب5% من الاسيستنت مانجر. اول ما الاسيستنت مانجر هذا يصير مانجر، هنا زي ما قلنا احنا تغير المكافأة الى مكافأة القيادة، راح يكون 6%. طبعا هذا المانجر اذا صار تحت مانجر راح تحصل او كمكافاه 3%. لما يكون هذا تحت المانجر، هذا المانجر في الجيل الثالث 2%، لان المانجر هذا ممكن يصير عنده فريق مانجرات. فالشركه هنا تكافئك على المانجرات بمكافآت قياده للجيل الثالث. الجيل الاول 6%، الجيل الثاني 3%، الجيل الثالث 2%. طبعا هذه المكافآت، غير هذه المكافآت أيضا في حوافز جدا سخية من الشركة، مثل سفرة الإيجل مانجر. هذه طبعا تكون بعد المانجر، سفرة لأجمل مدن العالم لشخصين، تذاكر السفر بالإضافة إلى المنتجع أو الفندق مع كامل يعني المصاريف، أيضا بالإضافة إلى راح تكون لمدة 4 أيام 3 ليالي. أيضا راح يكون في حافز السفر سيارة
وهو انت وفريق عملك كمانجر اذا وصلتوا لمستوى مبيعات خلال 3 شهور، الشركه راح تكافئك باقساط شهريه لمده 3 سنوات تقدر تشتري فيها السياره اللي انت تحبها، او ممكن تاخذها كاش. الحافز الثالث هو حافز سفره الجلوبال رالي وحضور احتفال الجلوبال رالي اللي يتوزع فيه شركات مشاركه الارباح. طبعا هذه ايضا سفره سنويه، انت عندنا سفرتين في السنه، سفره الايجل وسفره الجلوبال. سفره الجلوبال راح تكون اطول 7 ايام و6 ليالي، وممكن تزيد كل واحد على حسب المستوى، لشخصين، فندق او منتجع في اجمل مدن العالم. ويعني سفره جميله جدا. طبعا بالاضافه الى هذه السفره راح يكون في احتفال كبير جدا راح توزع فيه شركات مشاركه الارباح السنويه للشركه، وهذا يعني من اكثر الاحتفالات حماسا خلال السنه، لان كثير ناس ياخذون شركات من جميع انحاء العالم، فتكون احتفال حماسي ومشاركه لتدريبات واحتفال يعني احتفال سنوي للشركه. ايضا في الحافز الاخير اللي هو جيم باونس، وهو باونس اضافي لما انت تصل للترقيات العاليه من السباير مانجر واعلى، هنا الشركه راح تضيف لك على مكافاه القياده باونس اضافي. فهو يبدا من السباير مانجر، الجيم باونس راح يكون 1%، 2% لما تكون دايموند سفاير، 3% لما تكون او تصل لترقيه الدايموند مانجر. فتخيل 3% هذه تضاف الى 6%، فبتصير 9%. انت على كل مانجر تحتك مباشرة جيل أول راح يكون 9% يعني مكافأتك منه، في الجيل الثاني بدل 3% يكون 6%، في الجيل الثالث بدل 2% ممكن راح يصير 5%. فهنا الشيك حقك راح تقريبا يدبل، فممكن هنا عشان كذا الشيكات السفاير والدايموند والدايموند سفاير مانجر اللي عندهم أرجل نشيطة تكون شيكات قوية. طبعا كيف الآن خلينا نجي حق الشغلة يعني أو تدريب عملي، كيف أنجح بفرصة العمل مع فوريفر؟ هي الموضوع زي ما قلنا إحنا هي قاعدة أو روتين النجاح. لازم أنت الآن يعني تدرب نفسك كشخص جديد إنك أنت تدخل في روتين النجاح. هذا الروتين إحنا مثل ما قلنا هي عبارة عن 4 نقاط شخصية كل شهر، تخليهم زي روتين شهري على الأقل، ممكن تسوي أكثر طبعاً، بس على الأقل إن تكون في هذا المستوى. كأنك أنت عندك محل والمحل هذا تفتحه كل يوم من الساعة هذه للساعة هذه، فهذه هي الروتين اليوم للتاجر. نفس الشيء في عندنا في فوريفر، الروتين الأساسي للنجاح في البزنس إن على الأقل 4 نقاط شخصية. طب كيف أنا أسوي 4 نقاط شخصية؟ زي ما قلنا إحنا ممكن هو استخدام شخصي، تستبدل المنتجات الموجودة عندك في البيت منتجات الشركة وتكسب منها نقاط، بالإضافة إن يكون عندك تجربة تشاركها مع الآخرين، بالإضافة إن تستفيد صحيا، أيضا تشارك الآخرين يعني بفوائد المنتجات هذه، فيصير عندك هنا زباين هنا مبيعات، فهذه أيضا تكون لك نقاط. وأيضا تسجل تشارك الآخرين بفكرة البزنس، فهنا يصير عندك تسجيلات جديدة. والأهم إنك تعلم هذا الفريق على قاعدة النجاح، انهم ايضا يقومون بال4 نقاط. فبيصير عندك مجموعه من فريق العمل، كل واحد يسوي شيء 4 نقاط، وبيصير عندك ما شاء الله فريق عمل ناجح ممكن يصل الى الترقيات، وايضا انت تصل للترقيات والحوافز اللي انت تتمناها. طبعا الموضوع زي ما قلنا احنا يبدا بك انت اولا، انك انت يعني تتعود على هذا النظام، فانت شهريا 4 نقاط، فبيصير عندك في رصيدك 4 نقاط. لما تبدا هنا تكون فريق عمل، فرضاً خلينا نفترض إنك كونت 5 أشخاص بفريق عملك، وكل واحد سوى 4 نقاط، هنا بيكون بمجموع نقاطك 20 نقطة، تمام؟ هذا الفريق عودناه على 4 نقاط، زي ما قلنا سوى 20 نقطة. الآن نفس الشيء، نفس الفكرة، إنه كل واحد يكون فريق عمل من الجيل الأول. إذا كون فريق عمل كل واحد على الأقل سجل، مثلاً خلينا نقول ما سجل 5، ما سجل 4، سجل 3 أشخاص. ففي الجيل الثالث 3 أشخاص، كل واحد من الجيل الأول سجل 3، بيصير عندك 15 شخص بالجيل الثاني. طبعاً كل واحد علمناه إن قاعدة النجاح 4 نقاط، سواها
عندك مجموع النقاط في الجيل الثاني 60 نقطة. نفس الفكرة الجيل الثاني علمناه على انه يسجل الشخص يعني 5 أشخاص، بس هو ما سجل، خلينا نفترض انه ما سجل 5 أشخاص ولا 4 أشخاص، سجل فقط شخصين، فصار عندك في الجيل الثالث يعني كل واحد سجل شخصين، فبيصير عندك 30 شخص، لأن 15 شخص سجلوا شخصين، فبيصير عندك 30 شخص. 30 شخص كل واحد قام بال4 نقاط الشهرية، فبيصير عندك مجموع النقاط 120 نقطة. من 3 أجيال لو جمعنا ال4 نقاط مع ال20 مع ال60 مع ال120، المجموع 240 نقطة. هذه ال 240 راح تنضاف إلى نقاطك الشهرية، وهذه هي راح يطلع منها شيك جدا محترم، راح تصل للحوافز، كل الحوافز اللي تكلمنا عنها انت راح تكون مؤهل لها، حافز السياره الايجل مانجر جلوبال رالي، وايضا شيكات مشاركه الارباح. طبعا الموضوع هنا ما راح يكون، خلينا اكون صريحه معكم، ما راح يكون بالطريقه هذه، يعني نفس المثال هذا، بس هذا مجرد مثال، لكن الواقع زي ما قلنا احنا ممكن تسجل شخص ويسوي 5 مقاطع، يسجل 5 اشخاص، شخص ما يسجل ولا احد، شخص يسجل شخصين، شخص يسجل 10 ويكمل يكون قائد مثلك، وهكذا. فالناس تختلف، لكن احنا زي ما قلنا احنا كمثال، انت لو سويت فريق عمل وهذا الفريق عمل علمت على روتين ال4 نقاط، وانت عملت لك اهداف، انت باذن الله واهتميت فريق العمل ايضا اللي في الجيل الثاني والثالث كلهم شجعتهم على ال4 نقاط وتكوين فريق عمل، راح يصير عندك في مع الفتره من الزمن راح يصير عندك مجموعه من الناس نشيطين اللي تتاهل للحوافز، او يصير تطلع منهم مانجرات، وايضا انت تتاهل لكل ما يعني حطيت هدف في فور ايفر. خلينا الحين نراجع بشكل سريع خطه التسويق مع فور ايفر، ايش هي المميزات وايش هي مصادر الدخل. اول شيء خلينا نتكلم عن المميزات. المميزات المكافآت والخصومات كلها بسعر البيع، يعني لو تلاحظون احنا لما كنا نتكلم 5% 13% 10%، كل هذه المكافآت النسب هذه هي ما تنحسب بسعر الجملة، لا تنحسب بسعر البيع، فهذه مهمة جدا، عشان لأن هذه راح تكون دخل يعني راح تفرق بالمبلغ. فالشركة كريمة جدا إن تحسب كل المكافآت بسعر البيع. ايضا الترقيه زي ما قلنا احنا هي عباره عن مجموع نقاط لخلال شهرين، اي ترقيه لمستوى اعلى هو عباره عن مجموع النقاط خلال شهرين، يعني مش فقط شهر واحد، فهذا يعطيك وقت اكبر. ايضا ميزه مهمه جدا ان الترقيات كلها زي ما قلت ثابته، ما تنزل منها، فقط ممكن تطلع الى الاعلى. الميزة الرابعة، لا يمكن لفريقك تخطيك إذا كانوا من مستوى الأسيستنت مانجر سوري الأسيستنت سوبرفايزر، من يوم ما يبدؤون إلى ترقية المانجر ما حد يقدر يتخطاك. ليش؟ لأن راح يكونون فريق عملك، فكل نقاطهم راح تجيك تصلك، حتى لو كانوا هم أنشط منك، فممكن هذه النقاط تساعدك على ترقيات أعلى. أيضا نقطة مهمة جدا، هذا النظام أثبت نجاحه. النظام اللي شرحت لكم اياه هو مش شيء احنا فقط على الورق، كثير ناس خلال 40 سنه او 42 سنه نجحوا وصلوا الى الحريه الماليه والدخل العالي وهذا الحوافز باستخدام هذا النظام. فمجرد انت الان تطبقه تتعلمه وتعلمه لفريق عملك ان شاء الله راح تنجح. ميزه مهمه جدا ان هذا البيزنس ما يحتاج لاستثمار مبلغ كبير، ممكن تبدا بمبالغ بسيطه جدا مع فريق، مع مجهود فريق عمل راح تصل، وايضا لا يحتاج الى مخزون كبير، ما يحتاج انك تشتري منتجات كثيره، فقط الشيء اللي انت تستخدمه والشيء اللي انت حاب تبيعه وراح وهذا يكفي. ايضا منتجات استهلاكيه، يعني الزبون لما يجرب منتج يعجبه يرجع يخلص منه يرجع يشتريه، فمش منتجات يعني شهريا ممكن الزباين يرجعون لك او كل شهرين مره على الاقل. ايضا الشركه مهم جدا، هذا ايضا ميزه ان شركتنا شركه مستقره ماليا، ملك خاص، لا شركاء لا مستثمرين لا ديون لا قروض من البنك، وهذا تجعل الشركه من الشركات المستقره ماليا، وخاصه في الازمات الماليه، بحيث ان
ما يكون في أي تذبذبات، ما يكون في أي يعني تدخل من شركاء أو مستثمرين وهذه الأمور. فالشركة هي عندها يعني ممتلكة جميع المراحل من بداية المزارع إلى يعني تعليب والمنتجات إلى الفروع، فكل هذه المراحل هي الشركة ملك خاص لها، وهذا شيء مريح جدا، وشيء يبعث على الطمأنينة إن الشركة هذه راح يعني شركة راح إن شاء الله تكمل إلى المستقبل. أيضا الشركة لها فروع وحضور دولي كبير جدا، أكثر من 160 دولة فرع بالعالم، فهذا يعطينا أيضا بزنس عالمي. مثل ما قلنا مصادر الدخل متعددة، يبدأ بربح المبيعات أو ربح التجزئة، بالإضافة إلى مكافآت العضو الجديد اللي تكلمنا عنها من 22 ل 33، بونس المجموعة أو الفريق، مكافأة القيادة لما يصير عندك مانجرات. أيضا هنا يبدأ بعد المانجر التأهل للحوافز السخية، رحلة الإيجل مانجر، مكافأة حافز السيارة، حضور سفرة جلوبال رالي وحضور احتفال جلوبال رالي، ممكن يصل أيضا للشخص المكافأة السنوية لشركات مشاركة الأرباح السخية أيضا. وبالأخير هو الجيم باونس اللي يضاف كمكافأة يعني على مكافآت القيادة، وممكن يخلي الشيك شيء كبير. طبعا كل واحد دخل فور ايفر هو عنده أهداف، أكيد حاب يغير حياته للأفضل. ما هي أهدافك؟ هل هدفك إنك تمتلك سيارة أحلامك؟ هل هدفك إنك أنت تلف العالم وتستمتع بالسفر وبشكل مجاني؟ هل من أهدافك إنك أنت يكون عندك شيك أو تشارك الشركة بشيكات مشاركة الأرباح ويكون عندك شيك متنامي ومتزايد كل سنة؟ أنا أعتقد إن هذه الفرصة ممكن تعطيك كل الأهداف هذه وأكثر، زي ما أعطتنا وأعطت الكثيرين، فرصة جدا سخية. فقط عليك إنك أنت تحط الأهداف هذه قدامك، تخطط لها، تشتغل عليها، وتبني فريق وتعلمهم وقاية النجاح. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.